اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه امبارح المباراه في الاداء التحكيمي للحكم الروماني كان مسار اهتمام كتير، حتى انه الزميل ابراهيم فايق الراجل كان اكثر حرصا على التنقيب في المباراه على اي حاجه في ضربات الجزاء، وللكابتن احمد الشناوي على التليفون هنبعت لك واحده قول لنا رايك. انا بس لاحظت حاجه، كان زعلان جدا. زعلان ما لاحظتش وشه جدا قليل. لا مش ده، مش ده ابراهيم اللي بيتناقش بحاديه ويبقى موضوعي جدا، لا كان في حاجه مضايقاه قوي قوي، وكان عايز يقول له ان في ضربه جزاء وخد بالك من الرجل وطول في الكلام. كان عايز يطول رجل هاني اكتر، لدرجه انه ما ورالوش ضربه الجزاء بتاعه الكابتن شناوي بتاعه رمضان من الزاويه أول. لا من الزاويه الكاشفه اللي بتقول ان رمضان ما جاش ناحيته يجي ب 15 20 سم. رامي مع عبد الله السعيد، رامي ربيعه مع عبد الله السعيد. طيب عشان كده، عشان ابراهيم فايق وغيره، قلنا نشوف راي التحكيم مع بعض. الكابتن سمير عثمان في اون تايم سبورتس. اما نيجي بقى نبص في الكور، مفيش ولا خطا من الايد ولا الرجل لرامي ربيعه على عبد الله السعيد. استمرار اللعب، بل بالعكس ركله مرمى، استمرار اللعب، ولو الكره طلعت تبقى ركله مرمى. فين الخطا؟ هل دي لا، طب ارجع سنه كده يا كابتن، هل رجل رامي اليمين كويس قوي خبطت في رجل عبد الله الشمال؟ هتلاقي رجل رامي اليمين نازله على النجيله. بص هو ده بيجري هنا، الرجل اليمين اهي نزلت اهي. ايوه هتطلع تاني، نطلعها تاني كلعبه عاديه طبعا. مفيش ركبه، مفيش ركبه في الظهر خالص. نعم. لان خلي بالك انت ما عندكش صوره تبين هنا بعد ما وقع. اما نيجي على الايد، الايد بتاعت رامي اوكي، طالما ان ما اتعملتش ستريتش، ما طلعتش دفع، يبقى استمر اللعب. هنا فين حكم الفار؟ لا يمكن يكون حكم الفار بالشكل ده يحسب. انا هنا لما نيجي نعيدها تاني، لعبه مهمه جدا يا كابتن احمد، دي اتحسبت ليه؟ انا مش عارف يعني فين الخطا. حسبت النتيجه بقت 2-0 واخر لعبه في المباراه، انت جايب حكم من اوروبا، دي تبقى مشكله. طب في شد الشناوي اعترض انه رمضان صبحي شده، هاتها لي بس تاني. رمضان صبحي شد، رمضان شد الشناوي وهو بيلعبها. طب نشوفها. يعني يا ريت يجيبوها لنا تاني. بص يا كابتن، بص بقى، ركز بقى، سيب ده كله. لا يا كابتن ولا حاجه. لا انا بس الكابتن سمير يقول يعني هي خلاص. انا اقول لك، انا بس هي مش بينالتي. بس نقف هنا، نقف هنا. بص يا كابتن، هنا الشده دي انا ما شفتهاش في الاستوديو. هنا في خطا، هنا في خطا. الشناوي قاعد يعترض على دي الحقيقه. ما هي دي بقى، نرجع بقى تاكد لي على اول لقطتين ما كانش فيه حكم فار. يعني دي فاول، دي فاول. ترجع ليه؟ لسبب بسيط. انت عندك الاي بي بي، لحظه بناء اللعبه، سواء للهدف او لركله الجزاء تجيب بديل. هنا في شد صارخ، شد صارخ من لعيب بيراميدز. حضرتك يا كابتن احمد، عندي سؤال يا كابتن. ثواني بس، خليك كمل يا كابتن. هنا في شد صارخ من لعيب نادي الاهلي. تمام. لعيب من لعيب بيراميدز، انا اسف، هنا حكم الفي ار لازم يراجع بدايه الهجمه، بدايه الهجمه، سواء هدف او ركله جزاء. هنا في خطا. طب ادي عندنا واحد موجود اهو ما شافش، ممكن حكم المباراه مش هيشوف عشان لسه في نص الملعب، ادينا مش شايفين. طب حكم الفار فين اللي انا قلت من الاول؟ الناس دي. طيب كابتن سمير عثمان، الشده بتاعه الشناوي كانت موجوده في رمضان. في حاجتين بيقولوا انهم مش ضربتين جزاء، شدت رمضان للشناوي ورامي ما لمسش عبد الله السعيد، وما فيش تلامس. ده رأي الكابتن سمير عثمان. رأي الكابتن ناصر عباس نشوف. ركله جزاء مضحكه جدا 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 على رامي. فعلا. ودي بقى الحاجه الغريبه جدا، مفيش حاجه خالص. عشان كده بقول لك رايح يعمل ايه في كاس العالم يا كابتن. كابتن، ما هو انا مش عارف ايه المعايير في اختيار الحكام في كاس العالم. يعني هذا المستوى، لو الاتحاد ده النهارده بيشوف الحكم دوت، وانا بتكلم بامانه، حكم مستواه يعني، عندنا حكام مصريين يعني افضل منه بكتير جدا. ركله جزاء رامي ربيعه يا كابتن، اولا في مخالفه شد لمحمد الشناوي وهنجيبها في البدايه. وبنتكلم على القانون وعلى التحكيم. ايوه ادي واحده، طبعا هو ما حسبهاش. نروح للثانيه، ما فيش ابدا اي تلامس حصل للاعب نادي بيراميدز عبد الله السعيد، اللي هو عمل تمثيل مثل. كابتن بلال، انا هنا النهارده في تحايل، انا كحكم النهارده بروح احسب. وضربه جزاء مضحكه. طيب الكابتن احمد الشناوي بعد ما شافها رجع قال ايه؟ نشوف. ركله الجزاء اللي تم احتسابها على النادي الاهلي تعتبر ركله الجزاء غير صحيحه. غير صحيحه؟ لان هناك مخالفه تمت من رمضان صبحي تجاه الشناوي قبل ما يحصل المخالفه الثانيه، فكان بالتالي كان على حكم الفار انه يشيك
على الامر ده، وكان يقول له تعالى شوف عشان يلغي ركله الجزاء. بص الشد جاب الفانيلا فين، بص مشدوده ازاي. حتى تعالى شوف ده الشناوي رجع اتصل بابراهيم فايق وقال له انا قلت لك انها ضربه جزاء، لا شفت الشده بتاعت رمضان صبحي للشناوي يخلي. ولو كان جاب له الزاويه المظبوطه كان برضه حي. طب الكابتن جهاد جريش هشوف ايه اخيرا. دقيقه 94 فتره الضيع، ركله جزاء تم احتسابها لنادي بيراميدز، نفس اللعبه اللي كانت في الشوط الاولاني الحكم ما احتسبهاش. هنا مش متفق مع الحكم في القرار، مفيش لا دفع مفيش اهمال ومفيش تلامس حصل بين مدافع مهاجم بيراميدز، الدفع اللي موجود ده لا يرقى، مفيش تلامس حصل في الرجل، وبالتالي ركله جزاء غير صحيحه تم احتسابها لبيراميدز في ده مستوى التحكيم، ضربه جزاء غير صحيحه في الخطا الاول والثاني يا باشمهندس، وفاز الاهلي. شوف الجمله اللي قالها كابتن ناصر عباس، حكم دون المستوى، دون المستوى فيه افضل منه، هو كان الغرض من تعيين هذا الحكم. الف مبروك للاهلي التاهل، وكل التوفيق للاهلي في مباراه سموحه الاربع ان شاء الله في الدوري. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في العاشره مساء الخميس القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.